العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا الرد على الجبرية والمعتزلة في أفعال العباد. الجبرية ما هي عقيدتهم في أفعال العباد؟ أبو علي، لا، أنه مجبور. الجبرية، نعم، أنه مجبور، أنه مجبور على فعله. طيب، ما هو دليلهم أو ما هي الشبهة التي استدلوا بها ودخلت عليهم؟ الجبرية، نعم، استدلوا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، استدلوا بآية من القرآن. اللطيف، نعم، استدلوا بقول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. كيف نرد عليهم؟ نرد على الجبرية باستدلالهم بالآية. ما هو الرد عليهم؟ من يقول؟ نعم، كم؟ طيب، أبعد حتى نراك، أنا أعرف صورتك. نعم، طيب، نريد الرمي المثبت للنبي والمنفي عنه، فما هو الثابت أو المثبت له وما هو المنفي عنه؟ المثبت له الفعل الرامي، والمنفي عنه التسديد والإصابة، التسديد والإصابة. طيب، استدل الجبرية بهذا الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، حاشد، يعني هنا لن يدخل، فكيف الرد؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ما في يدخل بالعمل، استدلوا بهذا الدليل. عندك شيء؟ طيب، أنس، هذه الباء ليست للعوض، هذه الباء ليست باء العوض ولا المقابلة، وإنما هي باء، أبو عبد الله، وإنما هي باء، لو قلت المقابلة كنت مع القوم، وابن الملك، السببية. قال الله جل وعلا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما، الباء هذه للسببية، أي بسبب أعمالكم. قم قم، هذا شارد، تبدا الدرس. طيب، أعظم رد يرد على الجبرية بماذا؟ الذين قالوا بأنه مجبور وملزم، أعظم رد يرد به على الجبرية بماذا يرد عليهم؟ ابن عباس، أعظم رد،
لا ممكن، لكن قس هذا الفعل على عذاب الآخرة، يقال بما أنه مجبور فلماذا يعذب؟ هذا أعظم رد وسفاتي، بما أنه مجبور فلماذا يعذبه الله جل وعلا؟ يعني إذا جبر وعذب هذا ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. القدرية استدلوا بماذا مجيد؟ استدلوا بقول الله فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب القدرية يعني مجوس هذه الأمة صح؟ مجوس هذه الأمة. طيب كيف عبد الرحمن معافى؟ كيف؟ أثبتوا خالقين، فالله خلقهم وهم خلقوا أعمالهم، إذن هنا خالقان، والله جل وعلا خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. قم الذي بجانب، قم قم. كيف هذا اللعب وقت الدرس؟ طيب أثبتوا خالقين، استدلوا بقول الله فتبارك الله أحسن الخالقين. وجه الاستدلال الذي أو نعم استدل به المعتزلة، من يقول؟ من يقول؟ صالح؟ قالوا فهؤلاء خلقوا أعمالهم. طيب تعريف الربوبية إفراد الله بماذا؟ إفراد الله، نفصل، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، والتدبير صح؟ طيب إفراد الله جل وعلا بالخلق، طيب كيف إفراد الله بالخلق؟ الله خالق كل شيء، وهنا فتبارك الله أحسن الخالقين، كيف الجمع؟ كيف الجمع بين الآيتين؟ من يقول؟ أنا عبد الواسع. عبد الواسع جيد، لكن أحسن الخالقين الله خالق كل شيء، فأثبت خالقين غيره، فكيف الجمع؟ أين عبد الجبار؟ طيب نبيل، يقال المثبت لله هو خلق الإيجاد، المثبت لله هو خلق الإيجاد، والمثبت للمخلوق هو خلق ياسر التحويل. طيب التحويل أهو التقدير؟ هو التقدير، يعني قدره، يعني كما ذكر رحمه الله تعالى. يعني أني أخلق من الطين، التحويل، التحويل، يأخذ الطين وحوله وبله وجعله على صورة طير وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، بإذن الله، بمعنى عيسى لم يوجد وإنما حول الطين إلى صورة الطير ثم نفخ فيه، فيعني هذا من هذا من باب التحويل. طيب هنا
في دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. قوله تعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم، ونظيرها قوله تعالى: وتخلقون إفكا. وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله هو خالق كل شيء، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والجواب ظاهر، وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين هو أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على هيئته، أي صورة الطير، وليس المراد الخلق الحقيقي، لأن الله متفرد به جل وعلا. وقوله: وتخلقون إفكا، معناه تكذبون، فلا منافاة بين الآيات كما هو ظاهر. الكلام واضح هكذا؟ الكلام واضح. هذا في دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. طيب، عرفنا أعظم رد على الجبرية: كيف يعاقب الله العبد وهو جبرة؟ طيب، كيف نرد على القدرية: كيف تثبتون خالقا غير الله؟ فهؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال، والحق والصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، رحم الله من مات وحفظ من بقي.